السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم عبد المنعم، إن شاء الله النهارده هنتكلم عن محاضرة كارديولوجي بعنوان اسكيميك هارت ديزيز. اسكيميك هارت ديزيز هي مجموعة من الأمراض بيحصل فيها نقص في الأكسجين أو نقص في كمية الدم اللي بتوصل لعضلة القلب، فبيحصل إن عضلة القلب دي بيحصل لها اسكيميا أو بتحصل إن جزء منها ممكن يبدأ يموت، بيدخلها لا قدر الله في مشاكل كتير بعد كده. نبدأ نتكلم واحدة واحدة ونفهم كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله. أول حاجة إحنا محتاجين نفهم الطبيعي، نفهم الطبيعي إزاي عضلة القلب بيوصل لها دم. عايزين نفهم رقم واحد ان في حاجه اسمها عندنا الشريان التاجي. الشريان التاجي ده موجود، لو دي عضله القلب قدامك هنا اهي، الشريان التاجي موجود هنا وهنا، عندك واحد يمين وعندك واحد شمال، تمام؟ الاثنين دول طالعين من حاجه اسمها اورطه، اللي قدامك ده الاورطه، تمام؟ الاورطه طبعا احنا متقصين منه، الاورطه بيفضل مكمل ويفضل ايه، والاورطه ده هو الشريان الاساسي اللي بيدي الدم لكل اجزاء جسمك، تمام؟ زي ما قلت لك كده، بيطلع منه شريان يمين وشمال وشريان شمال عشان يودوا الدم لعضله الايه، لعضلة القلب. لو حصل أي مشكلة في الشريان ده أو الشريان ده أو في ده، يبقى على طول إيه، عضلة القلب الدم اللي وصل لها يحصل فيه مشكلة، تمام. أول معلومة عندك مكتوبة هنا، بيقول لك الميجور فيزل أو الشرايين الأساسية للقلب هي الكورونري سيركيوليشن أو الشرايين التاجية، عندك واحد يمين وعندك واحد شمال، تمام. الاتنين دول طالعين منين؟ طالعين من حاجة اسمها أسندنج أورطة، دي كده الأسندنج أورطة، تمام. يا ترى بالمنظر اللي انت شايفه دي، الشرايين دي موجوده بره القلب ولا موجوده جوه القلب؟ لا، هي موجوده بره القلب. يعني مثلا لو جبنا ده كده للقلب، خلينا نرسمه رسم مبسط كده شويه، تمام. الشرايين دي، ده الشريان هيبقى موجود ايه، بره القلب. طب ازاي الشريان الموجود بره القلب ده بيوصل للخلايا؟ ادي الخلايا، خلايا في عضله القلب، خلايا جوه خالص، عن طريق انه بيبدا يبعت افرع صغيره تبدا تخترق عضله القلب دي وتوصل للدم. بمعنى يبقى انت عندك، لو دي كده عضله، ده كده القلب، تمام، وده كده الشريان التاجي. الشريان التاجي ده بيبدا يطلع فروع صغيره تبدا تخترق عضله القلب عشان توصل للخلايا البعيده عن الايه، عن الشريان الاساسي ده. يبقى رقم واحد اول معلومه عندك ان الشرايين دي موجوده في السطح الخارجي بتاع عضله القلب، الاوتر سيرفيس، يعني السطح الخارجي زي المنظر قدامك ده، تمام. هتبدا بعد كده الشريان، الشرايين دي تبدا تطلع شرايين صغيره، تفرعات صغيره عشان توصل تغذي العضلات اللي جوه اللي هي عضله القلب. عايز افهمك حاجه، ان انت عندك عضله القلب او القلب نفسه بيتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولانيه حاجه اسمها بيري كارديوم، تمام، بيري كارديوم. الطبقه الثانيه حاجه اسمها مايو كارديوم، دي عضله القلب الاساسيه. والطبقه الثالثه الخلايا اللي جوه حاجه اسمها اندو كارديوم. مش غلس نفسك بالكلام ده، بس عشان تفهم يعني ايه مايو كارديوم. مايو دي يعني مفصل، تمام. فهي دي عضله القلب الاساسيه. انت بقى بي عندك الشريان، الشرايين بتاعتك دي موجوده فين؟ موجوده بره خالص اهي، الشريان موجود بره خالص، بيبدا يبعت الفروع بتاعته دي عشان يوصل يغذي الايه، يغذي عضله القلب او الايه، المايوكارديوم، تمام. فهو بيبدا يتفرع لفروع صغيره او شرايين صغيره، تمام. الشرايين دي بعد كده الارتري بعد كده بيتفرع لحاجه اسمها ايه، كابيلاري. الكابيلاري دي حاجه صغيره من عضله القلب، دي عضله زي اي عضله في الجسم بيحصل فيها انقباض وبيحصل فيها انبساط. عايزك كده تتخيل معايا، ادي عضله القلب ماشي فيها شرايين بتغذيها، تمام، الحاجه دي ماشي فيها دم، فبيحصل كونتراكشن او بيحصل انقباض. انقباض يعني العضله هتبقى حجمها تكش، تمام. عايزك لما تتخيل كده ان عضله القلب دي لما تكش كمان الشرايين هيتضغط عليها، فكميه الدم اللي هتبقى واصله هتبقى قليله. عشان كده احنا بنقول لك ان القلب بيوصل له الدم اثناء حاجه اسمها دايستول او اثناء الريلاكسيشن بتاع الهرم. طول ما القلب مستريح، القلب مستريح يعني القلب العضلات بتاعته مش منقبضه، فبالتالي الشرايين مش مضغوط عليها، فبالتالي الدم اللي واصل للقلب هيبقى مستريح تماما وهيبقى كميته مظبوطه. الكلام ده بيحصل في الدايستول مش بيحصل في السيستول، يعني بمعنى بيحصل اثناء ما القلب بيكون بيريح مش اثناء ما القلب بيكون ايه، بينقبض. هنا بيقول لك ايه، ان في عندك انترا مايوكارديال فيزل اللي هو الشرايين اللي احنا رسمناها دي، تمام، بيتضغط عليها، بيضغط عليها كده لما العضله بيحصل لها ايه، بيحصل لها انقباض. دي عضله في القلب اهي بدا يحصل لها انقباض. تمام، دلوقتي نبدا نتكلم على حاجه اسمها مايوكارديال اسكيميا. اتفقنا معاك ان كلمه مايوكارديوم دي هي الجزء، العضله يعني الجزء المكون من العضلات الموجود في القلب. يعني القلب نفسه عباره عن 3 طبقات، الطبقه اللي بره خالص اسمها بريكارديوم، والطبقه اللي في النص، تعالى نرسمها كده عشان تتخيل معايا، الطبقه اللي بره دي اسمها بريكارديوم، الطبقه اللي في النص خالص اسمها مايوكارديوم، مايوكارديوم اللي هي عضله القلب، وفي طبقه جوه عباره عن شويه خلايا كده صغيره اسمها ايه، اندوكارديوم. احنا بنتكلم على الجزء ده، جزء عضله القلب ده اللي هو اكبر حاجه، وده اللي بيحتاج كميه كبيره من الدم ويحتاج كميه كبيره جدا من الاكسجين. فده لما بيحصل نقص في الدم او نقص في الاكسجين، الجزء ده هو اللي بيبدا ايه، يتاثر. عشان كده المجاز يعني اسمها مايوكارديال اسكيميا، تمام.
اسكيميا بقى مقصود بيها ان الدم او الاكسجين اللي واصل للخليه، اي خليه عامه، بيكون قليل. احنا هنا بنتكلم على اني اسكيميا؟ الاسكيميا الخاصه بعضله القلب. تمام. يجي هنا مش معلومه كده في الجنب، بيقول لك ان لما انت بتكون المتطلبات اللي العضله بتاعت جسمك، المتطلبات اللي جسمك بيحتاجها بتبقى كتير، فبالتالي عضله القلب او القلب بيحتاج ان هو يشتغل بزياده. بمعنى مثلا لما تكون انت بتتمرن، تمام، الاكسرسايز اللي انت بتتمرن يعني، لما تكون انت بتتمرن القلب بتاعك محتاج يشتغل بزياده، عشان يبدا يوصل دم بكميه كبيره للعضلات اللي هتبدا ايه تتمرن. الفكره ان القلب يشتغل بزياده ده معناه انه محتاج اكسجين كتير ومحتاج دم كتير. طب تخيل كده معايا، لو انت عندك مشكله في القلب ده، هو القلب يعني شغال بالعافيه، تمام، شغال بس يمشيك، فانت دلوقتي بذلت مجهود، فالمجهود اللي انت بتبذله ده القلب مش قادر يستحمله، فبيحصل حاجه اسمها ايه؟ بيحصل حاجه اسمها مايوكارديال اسكيميا. الموضوع ده ممكن يحصل اثناء التمرين، ممكن يحصل مع الاستريس، مع التوتر، تمام؟ مع التوتر لو انت بتبقى متوتر، ضربات قلبك بتبدا تزيد، الشغل بتاع القلب بيبدا يزيد يعني، فده بالتالي برضو بيزود التعب على عضله القلب. كمان مع الجو الساقع، في الجو الساقع انت محتاج ان الدم اللي يوصل للاطراف بتاعتك يبقى كتير، فبالتالي محتاج ان القلب الانقباضيه بتاعته تبقى قويه بحيث يوصل كميه دم كبيره للاطراف بتاعتك عشان تبدا تتدفى. عشان كده احنا بنبدا ايه مع الجو ساقع ولا حاجه، لو جيت تحط ايدك على قلبك هتلاقي ضربات قلبك لحد ما سريعه شويه بسبب ان القلب بتاعك شغال بدرجه كبيره، تمام. فاتخيل كده معايا بقى، لو انت عندك، انا مثلا لو متوتر او بتمرن او عندي في الجو الساقع، الحمد لله ما بيحصلش اي مشاكل في ايه، في القلب. القلب بيبدا يوصل كميه دم كبيره للاطراف، فبالتالي بتبدا الدنيا يعني القلب قادر يتكيف مع الموجود الكبير ده. بس تخيل لو شخص عنده اصلا مشكله، الشريان بتاعه ده الشريان بتاع الشخص السليم، تمام، ده الشريان بتاع الشخص اللي عنده مشكله، في جزء كده ايه، في مشكله ضيق، الجزء الضيق ده ما بيبداش يعمل اي تاثير في الحاله الطبيعيه. بس تخيل كده معايا، لو انت حصل عندك حاجه من الحاجات دول، من الحاجات اللي انت محتاج تزود الكميه اللي هتوصل، فهو اوريدي خلاص هو بيوصل الكميه، بيوصل الكميه الطبيعيه بتاعته بالعافيه، فانت لما تطلب منه كميه زياده هو مش عارف يوصلها لانه في جزء منه مسدود، فبالتالي بيبدا يحصل عندك الايه، المرض بتاعنا اللي هو مايوكارديال اسكيميا. تمام. بيبدا يديك معلومه ثالثه كده، بيقول لك ان انت مع لما بيبدا ينسد جزء من جزء من الشريان بتاع عضله القلب، بيبدا يطلع حاجه اسمها كولاترال. تمام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا دي كده ايه، احنا اتفقنا دي كده الاورطه، في منك طالع منها رايت كورونري وليفت كورونري، او شريان تاجي يمين وشريان تاجي شمال، ممكن يحصل انسداد في اي واحد فيهم زي بالمنظر اللي قدامك ده، حصل انسداد هنا، تمام. اللي انت ملاحظه ما بين الرسمه دي والرسمه دي، الرسمه دي شخص سليم والرسمه دي شخص عنده مشكله انسداد في الشريان التاجي، فايه اللي انت ملاحظه؟ اللي انا ملاحظه الجزء اللي هنا ده مفيش اي حاجه، انما هنا في حاجه اسمها كولاترال. كولاترال دي ببساطه شديده جدا الجزء ده مسدود، تمام، فالجزء اللي هنا ده في عضله القلب مش وصل له دم كفايه، فيبدا يعمل ايه؟ يقول لك طب ما سهل، ما اخد دم من ايه؟ من الشريان التاجي اليمين، ما هو سليم، فيبدا يطلع حاجه اسمها كولاترال. قدامك دي كولاترال، اللي هي بالمعنى البلدي كده شرايين بتبدا تفتح جديده عشان تعوض الشرايين المسدوده، تمام، دي اسمها كولاترال. تمام. الموضوع ده عشان يحصل لازم يكون الموضوع بروجريسيف، بروجريسيف يعني على مدى بطيء شويه، لان الموضوع لو حصل بسرعه ومره واحده طبعا ايه، القلب مش هيقدر يلحق يكون الكولاترال دي، فبالتالي الجزء بتاع عضله القلب دي هيبدا يموت. نقطه كمان، ان الكولاترال دي تبدا تعوض لحد مدى معين، مش تبدا تعوض لما لا نهايه، يعني هي ليها برضو مقدار معين من الكميه اللي تقدر تعوضها، لحد ما ممكن الكولاترال دي تبقى متقاومه وفي نفس الوقت مش عارفه تعوض النقص الموجود في الشريان اللي في المشكله ده، تمام. فبالتالي ساعتها برضو بيحصل مايوكارديال اسكيميا. يقول لك لو الكولاترال دي ما كانتش كفايه، يعني كانت موجوده بس ما كانتش كفايه، خلاص الاعراض بتاعت المايوكارديال اسكيميا هتبدا ايه تتكون. نبدا نتكلم بقى سبب من الاسباب الاساسيه اللي تعمل لك مايوكارديال اسكيميا، وهي حاجه اسمها كرونري اثيروسكليروز، بمعنى تاني تصلب الشرايين، تمام. الشريان اللي احنا بنتكلم عليه هنا هو الكرونري ارتري، لان الاثيروسكليروز او التصلب ده ممكن يحصل في اي شريان تاني، احنا هنا بنتكلم بقى على تصلب الشرايين التاجيه اللي هتصلب بدرجه مباشره على القلب، تمام. ده المنظر بتاع الشريان السليم، تمام، الدم ماشي 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 ماشي، ماشي. بيوصل لعضله القلب والدنيا ايه، والدنيا تمام. انما ده المنظر بتاع شريان فيه تصلب، فبالتالي كميه الدم اللي هتوصل هتبقى قليله جدا، الدم اللي ماشي هنا وهنا وهنا
مش هيوصل منه اي حاجه، فبالتالي كميه الدم اللي هتعدي بس من هنا هي اللي هتبدا توصل، بالتالي كميه دم قليله جدا بتوصل لعضله القلب، فبالتالي ممكن يعمل لك مايوكارديال اسكيميا او بيدخلك في فقر الدم اللي واصل لعضله القلب. تمام. يقول لك ان في حاجات بتزود الموضوع ده وفي حاجات بتقلل الموضوع ده، الحاجات دي زي الهايبر تنشن او الضغط العالي، السكر، السجاير، وان الراجل ده يكون راجل، او اللي عنده تصلب الشرايين ده بيكون، او اللي عنده يعني تصلب الشرايين ده بيكون اكتر يعني في الرجاله. تمام. هكلمك على الثلاث حاجات دول او الاربع حاجات دول بقى بالذات. يعني بص، فكره انه راجل، لان الراجل بيبقى اكتر عرضه للسجاير وعرضه للضغط وعرضه للسكر. تمام. دي معلومه لازم تكون عارفها. في حاجه لازم تكون عارفها بقى، ان الهايبر تنشن او السكر او السجاير، الثلاثه دول بيدخلوا لك في حاجه اسمها اندوثيليال دامج. يعني بص شايف كده، ده دي الخلايا بتاعت الشريان، في خلايا كده اللي هي القوه خالص اسمها اندوثيليال. تمام. الضغط العالي، تخيل كده ان الدم ده ماشي بضغط عالي جدا، فيبدا يدمر في الخلايا اللي موجوده هنا دي، بيعمل لك حاجه اسمها اندوثيليال انجري، الخلايا دي تبدا تتدمر. تمام. الضغط ممكن يعمل كده، السكر بيعمل كده برضه، كمان السجاير بتبدا تدمر لك الخلايا الموجوده في الايه، في الشرايين دي. كل الكلام ده هي دي البدايه بتاعت حاجه اسمها تصلب الشرايين، هنتكلم عليها كمان شويه، بس عايزك تبقى عارف ان المشترك ما بين الثلاث حاجات دول ان هم بيعملوا لك حاجه اسمها اندوثيليال سيل انجري. تمام. تمام. يقول لك ان في حاجات بقى بتحمينا من تصلب الشرايين دي، اشهر حاجه التمارين. الشخص اللي بيتمرن عضله القلب بتاعته بتكون شغاله بكفاءه عاليه. تمام. كذا سبب. رقم واحد، انه طول الوقت اصلا متعرض لحاجه اسمها، يعني طول الوقت بيبذل مجهود عالي، فبالتالي عضله القلب محتاجه انها تشتغل بدرجه كبيره، فبالتالي شايف المنظر بتاع الكولاترال ده بيكون موجود بدرجه كبيره، فبالتالي بيساعده بيحميه بدرجه كبيره من تصلب الايه؟ من تصلب الشرايين. كمان في حاجه اسمها هاي دينستي لايبوبروتين. بص، في حاجه اسمها كوليسترول، الكوليسترول ده انواع كتير، يهمني تعرف عنه حاجه اسمها ال دي ال واتش دي ال. ال دي ال اللي هو لو دينستي لايبوبروتين، واتش دي ال هاي دينستي لايبوبروتين. عايزك تعرف بس معلومه واحده بس، ان الهاي العالي عالي والواطي واطي. يعني ايه؟ يعني العالي عالي يعني العالي ده حاجه نظيفه، فكل ما يكون عندك منه كتير كل ما يكون دي حاجه حلوه، انما اللو ده حاجه زي الزفت، كل ما يكون عندك منه كتير كل ما يكون ايه، مصيبه. فلو انت بتقرا تحليل ولقيت العالي عالي، فتقول الراجل ده انت تمام، انت الكوليسترول بتاعك مظبوط. لو لقيت البتاع ده اللي هو اللو لقيته واطي، اللو ده موجود بدرجه منه بدرجه كبيره، يعني اللي هو الحاجه الواطيه دي، فده معناه ان الراجل ده عرضه ان ممكن يجي له يخش في مشاكل، اشهرها طبعا تصلب الشرايين. المهم يعني ان الاتش دي ال دي حاجه حلوه. تمام. بيقول لك بقى ان تصلب الشرايين ده، المنظر قدامك ده، هو عباره عن ثلاث حاجات اساسيين، شوية اندوثيليال سيل، شوية ليوكوسايت، شوية سموث ماسل سيل، مش فاهم أي حاجة. بص دي كده، يعني بص كده معايا، شايف الصفحة دي كلها بتتكلم عن الكلام ده كله، بتتكلم على يعني ايه اندوثيليال سيل، يعني ايه ليوكوسايت، يعني ايه سموث ماسل سيل. بس سريعا كده، بص معايا، لو ده كده شريان. تمام. الشريان ده فيه شوية خلايا، الخلايا دي هي دي الاندوثيليال سيل. تمام. مع الوقت بيحصل حاجة اسمها اندوثيليال سيل انجري، الخلايا دي تبدا تتدمر، قلنا بسبب الايه، الضغط او السكر او السجاير او اي الكلام ده كله. تمام. الخلايا دي لما تبدا تتدمر، تمام، تخيل كده، سمعنا كمان الخلايا دي بدات تتدمر. تمام. بدا يخش جوه شويه خلايا تانية، الخلايا دي اسمها ليوكوسايت، او الخلايا المناعيه، الخلايا البيضاء، يعني كرات الدم البيضاء. تمام. بتخش الليوكوسايت دي تعمل ايه؟ بتبدا تعمل حاجه زي حاجه اسمها انفلاميشن او التهاب، التهاب ده عشان يعوض المشكله اللي حاصله دي. الليكوسايت دي انواع كتير، يعني تخيل كده ان في ليكوسايت ايه دخلت، في ليكوسايت هنا دخلت. تمام. الليكوسايت دي انواع كتير، بس النوع اللي يهمني حاجه اسمها مونو سايت. المونو سايت ده بيخش مونو سايت، يعني هو دخل كده مونو سايت، تو ما يخش بيتحول لحاجه اسمها ايه، ماكرو فاج. تمام. الماكروفاج والمونوسايت والكلام ده كله، دي كلها جزء من الايه، من الليكوسايت، جزء من الخلايا اللي بتكون تصلب الشرايين دي. كل الكلام ده بيبدا يطلع مواد، الماكروفاج دي بتبدا تطلع مواد، المواد دي بتروح للعضلات بتاعه الشريان. تمام. دي العضلات بتاعه الشريان هنا اهي، بتحسها انها تكبر بدرجه كبيره، فبتلاقي عضلات الشريان كبرت 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 كبرت، فبالتالي الشريان، الجزء بتاع الشريان اللي هو، لو مثلا الشريان اهو، المفروض يكون الطبقه بتاعته، طبقه اللي هو الخلايا اللي محوطاه، يعني تكون ايه، رفيعه وسليمه. لا، هنا العضلات كبرت 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 جدا. تمام. هي بتكبر طبعا لجوه، فبالتالي بتسد الايه، بتسد الشريان. تمام. كل المراحل دي مراحل لتصلب الشرايين.
تمام، المنظر اللي قدامك ده بيشرح بالتفصيل شويه، بس تعالى نفهمه بالراحه. رقم واحد، انت عندك ده كده الشريان بتاعك، تمام. الشريان ده زي ما بقول لك كده، الطبقه الرفيعه اللي برسمها دي هي عباره عن 3 خلايا اساسيين، 3 طبقات اساسيين، حاجه اسمها انتيما وحاجه اسمها ميديا وطبقه ثالثه كده مالناش دعوه بيها. المهم يعني 3 طبقات دول، تعال نرسم الطبقه الاولانيه، تعال نرسم الطبقه الثالثه الثانيه، تمام. اول حاجه بتحصل معاك حاجه اسمها اندوثيليال انجري، حصل معاك اندوثيليال انجري، تمام. الاندوثيليال انجري ده او المنظر اللي قدامك اللي هنا حاصل ده، في مشكله في الخلايا بتاعت الايه، الاندوثيليا بدات تكون بتفوت، فبدات خلايا تبدا تعدي. من ضمن الخلايا اللي بتخش حاجه اسمها مونوسايت، ففي مونوسايت ماشيه في الجدار بتاع او ماشيه في ماشيه في الشريان عادي جدا، هتبدا تخش عن طريق الايه، الفجوات دي بدات تتحول لحاجه اسمها ايه، ماكروفاج. ادي دي اللي قدامك دي كده، ماكروفاج تمام. ادي المونوسايت اهي دخلت وتحولت لحاجه اسمها ايه، ماكروفاج، تمام. كمان بقول لك ان الشريان ده بدا ايه، يفتح، فبتفوت فيه حاجه اسمها بليخيت او صفائح دمويه، بدات تحاول تسد الفتحات دي. ففي شويه صفائح دمويه، صفائح دمويه، صفائح دمويه، بتحاول ايه، تسد الحاجات دي. الصفائح الدمويه مع الماكروفاج الاثنين بدا يطلعوا في مواد، المواد دي بتبدا تروح للعضلات بتاعت الشريان. الشريان ده فيه عضلات، يعني المنظر الطبيعي ده منظر طبيعي ان اي شريان بيبقى فيه عضلات، تمام. بيبدا يحس العضلات بتاعت الشريان دي انها تبدا تكبر وتزيد في العدد، تمام. فبدات العضلات بدات بدل ما هي موجوده في الطبقه اللي هي دي اللي هو طبيعي، لا بدات تكون في مكان غير مكانها، بدات تطلع لفوق، تمام. فبدات تزيد العضلات بتاعت الايه، بتاعت الشريان. يعني تاني الطبقه دي اللي تحت دي المفروض مليانه ايه، مليانه عضلات، ده طبيعي جدا، تمام. بسبب البليتلت وبسبب الماكروفاج اللي اتكونت، بدات تحس ان الطبقه بتاعت الانتيما او الطبقه السطحيه بتاعت الشريان دي تبدا هي كمان تبدا تكون ايه، عضلات، تمام. فكره الكلام ده كله او مشكله الكلام ده كله ان هو بيبدا يصغر من حجم اللي هو التجويف بتاع الشريان ده، فبالتالي بيبدا يدخلها في حاجه اسمها صلب شرايين، او بيقلل كميه الدم اللي هتخرج من الايه، من الشريان ده. ما تتوهش مني، عايزك تعرف كام كلمه. رقم واحد، ان في مشكله في الاندوثيليوم، في مشكله في الخلايا بتاعت الشريان، المشكله بتاعت الخلايا بتاعت الشريان دي بدات تخلي خلايا تخش زي المونوسايت اللي هتحول بعد كده الماكروفاج، وكمان في بليتلت، تمام. المونوسايت والبليتلت دول بدا يطلعوا في مواد، مش مهم ايه المواد دي، بس هي بتبدا تخلي العضلات تزيد في العدد في مكان غير مكانها، فبالتالي بتبدا تصغر في التجويف بتاع الايه، بتاع الشريان. التجويف بتاع الشريان في الحاله الغير سليمه، وده الشخص السليم بيكون ايه، التجويف بتاعه كبير جدا. كمان نقطة عايز ازودها لك، هي مهمة بس مش مهمة قوي، يعني في حاجة اسمها فوم سيل. الفوم سيل دي ما هي الا ماكروفاج، بس الماكروفاج دي بدأت تاكل دهون، ادي الدهون دي موجودة في الايه، موجودة في الشريان، الماكروفاج دي بتحاول تبلعها، فبتحول لايه، لفوم سيل. بقى تعالى كده بالراحة نحاول نقرا الكلام اللي موجود في الكتاب. احنا اتكلمنا دلوقتي ان الصلب الشرايين ده عبارة عن كام خلايا اساسية، رقم واحد اندوثيليال سيل، رقم اثنين ليكوسايت، والليكوسايت دي انواع، من ضمنها حاجه اسمها مونوسايت، ومن ضمنها حاجه اسمها تي ليمفوسايت. المونوسايت مهمه معانا وركزت عليها، لان المونوسايت بعد كده هتتحول ايه، لماكروفاج. الليمفوسايت نفس الكلام مهمه برضو، بس المونوسايت اكثر اهميه. انت هنا كان عندك شويه ليمفوسايت وعندك كمان مونوسايت، والاثنين بعد كده هيساعدوا في تكوين الايه، في تكوين الماكروفاج اللي هتتحول بعد كده لايه، لفوم سيل، اللي في الاخر هتطلع مواد، المواد دي تبدا تكبر او تكتر العضلات بتاعت الايه، بتاعت الشريان، تمام. ممكن الفوم سيل او الماكروفاج دي تبدا تموت، تمام. كل الماكروفاج دي ممكن بعد كده في الاخر تبدا تموت، وكل اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله اللي هو المنظر ده اسمه حاجه اسمها بليك. البليك دي هي جزء من تصلب الشرايين، في درجه بعدها بتتحول بعد كده للثرومبوزس، يعني بيتكون عليها ثرومبوزس، ودي درجه اعلى بتدخلك في حاجه اسمها ام اي او مايكارديال اسكيميا. هفهمك واحده واحده بس ما استعجلش. يبقى احنا عايزين نتفق على حاجه، ان المنظر قدامك ده كده اسمه ايه، اسمه بليك، تمام. في كمان تاثير بيحصل على السموث ماسل او اللي هي العضلات بتاعه الشريان، اللي بيحصل فيها مع الوقت بيبدا يحصل حاجه اسمها فايبرو بولوريفليتيف ريسبونس، يعني بيتكون بيحصل فيها بولوريفيشن. بولوريفيشن يعني تقاصر، تكاثر للخلايا بتاعت الايه، السموث ماسل، في اي طبقه، في طبقه الانتيما. الانتيما هي الطبقه الداخليه بتاعت الشريان، اللي هي الطبقه اللي احنا بنتكلم عليها هنا دي كده، تمام. الشريان بيتكون من 3 طبقات، الطبقه اللي جوه خالص اللي هي دي او دي اسمها ايه، اسمها انتيما، وفي طبقه فوقيها من العضلات اسمها ايه، اسمها ميديا.
احنا اللي حصل عندنا ايه؟ حصل عندنا نتكون عضلات، بس بدل ما هي في الميديا بدأت تتكون العضلات دي في الايه؟ في الانتيما. تمام. في حاجة بقى عايز افهمها لك، بص كده معايا دلوقتي، ده كده شريان، تمام؟ الشريان ده ليه جدار، ده الجدار بتاع الشريان، وده الجدار بتاع الشريان بس الناحية التانية، تعالى نقفله كده، وده الايه؟ التجويف بتاع الشريان اللي ماشي في الايه؟ اللي ماشي في الدم. الشريان ده الجدار بتاعه ده عبارة عن خلايا، مليان خلايا، تمام؟ الخلايا دي محتاج يوصل لها دم، فبيبدأ يوصل لها دم عن طريق حاجة اسمها فازا فازورا، بس من الاسم، تمام؟ بس في أوعية كده أو شرايين صغيرة كده تبدأ تمشي في قلب الجدار بتاع الشريان ده عشان توصل دم للخلايا بتاعت الشريان. تمام. اللي حصل عندنا في صلب الشرايين دي ان انت بدل ما كان عندك الجدار بتاع الشريان ماشي بالمنظر ده، لا بقى عندك جدار الشريان ماشي ماشي كبير، يعني تعالى كده نسميها واحده تانيه، ادي الشريان، تمام؟ بدل ما كان الجدار بتاعك حاجه صغيره كده، لا بقى عندك الجدار حاجه كبيره، بدل ما كانت الخلايا عندك حاجه صغننه كده، لا بدات الخلايا عندك كتير 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 كتير، خلايا كتير جدا. فبدل ما كان شويه الشريان الصغير ده كافي ان هو يوصل دم للخلايا دي، الشريان الشرايين دي ما بقتش قادره انها توصل وتخترق كل الجدار السميك ده، ده كده شريان مش قادر يخترق الجدار بتاع الشريان كله، ومش قادر يغذي الخلايا الكتير دي، فبالتالي جزء كبير من الخلايا دي يبدا يحصل لها ايه؟ تبدا تموت. تمام. اللي عايز اوصله لك في الاخر ايه؟ ان رغم ان الشريان ده كبير او الجدار بتاعه كبير، الا انه ضعيف جدا. ضعيف ليه؟ لان الخلايا بتاعته اصلا ميته، ما هو حاجه صغيره بس انت قادر توصل لها دم كفايه، فبالتالي بتكون الخلايا بتاعته قويه، ولا حاجه كبيره وخلايا كتير بس انت مش عارف توصل لها دم. تمام. انت كده كده كميه الدم اللي تقدر توصل للخلايا دي كميه ثابته، فبالتالي الشريان ده الجدار بتاعه ضعيف جدا 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 جدا، فممكن ايه؟ ممكن يفرقع. لما بيفرقع الشريان ده بيبدا يتكون عليه جلطه، الجلطه دي بنقول لها حاجه اسمها ثرومبس. تمام. الجلطه دي يعني احنا بنتكلم دلوقتي صلب الشرايين دي لحد ما حاجه داخليه جوه الجدار نفسه، بس دلوقتي انت كون عندك جلطه، الجلطه دي ماشيه في الجدار او مش في الجدار بقى، في التجويف بتاع الايه؟ التجويف بتاع الشريان، فبالتالي بتزود انسداد اكتر واكتر. اللي عايز اوصله لك ان في حاجه اسمها موت الخلايا، تمام، اللي موجوده في البليكس، اللي موجوده في الايه؟ في البليك او في الطبقه دي. الخلايا دي لما تبدا تموت بيبدا يتكون عليها ايه؟ بيبدا يضعف في الجدار بتاع الشريان، فبالتالي بيبدا يفرقع، فيبدا يحصل لك عندك حاجه اسمها ثرومبس. تاني على الرسمه دي، دي كده البليك عماله تكبر وتكبر وتكبر لحد ما كل ما كبرت لمدى معين بدات تفرقع وبدا يتكون عليها جلطه، فبالتالي حتى لو كان مثلا عندك فيه 70% من الشريان مسدود، بس في 30% معديين، اهي الجلطه اللي اتكونت دي بقى منعت الايه؟ ال 30% دول كمان، فبالتالي بيصعب وصول الدم اكتر واكتر. على كده برضو شويه رسومات اكتر عشان تحاول تتخيل معايا الموضوع ده. كده الجدار بتاع الشريان الناحيه دي سليمه، بس الناحيه دي مش سليمه خالص، الناحيه دي الجدار كبير عن الطبيعي وبدا يبوظ ويطلع ايه؟ ويطلع لبره. المرحله دي بتسميها حاجه اسمها ايه؟ المرحله بتاعت البليك. مع الوقت الخلايا دي تبدا تموت، ويبدا الجدار بتاع الشريان ده يبدا يضعف، تمام، ويبدا ايه؟ يفرقع، فبالتالي بتتكون عليه ايه؟ بتتكون عليه جلطه بالمنظر قدامك دي. طبعا الجلطه بتسد الشريان تماما، ولما تسد الشريان خلاص انت كده عندك ايه؟ حصل عندك مصيبه، لان بدل ما كان الشريان مثلا انت عندك بيقول لك هنا في 70% مسدود وفي 30% مفتوح، لا انت عندك هنا 30% فقدتهم تماما. ده منظر تاني لعضله القلب، ادي عضله القلب، ده الشريان اللي ماشي من بره بدا يحصل فيه انسداد صلب شرايين، بدا يتكون عليه جلطه، تمام، سدت الايه؟ الشريان تماما. فكده انت عندك التجويف بتاع الشريان مسدود تماما تماما تماما. فدي العضلات بتاعت القلب، عضلات القلب دي مش لها اي دم خالص، شايف هنا الدم ماشي ماشي، لما هنا مفيش اي دم ماشي خالص، فبالتالي جزء ده من عضلات القلب ده يبدا ايه؟ يموت، وعضله القلب مش بتستحمل، مع الوقت خلاص الخلايا ماتت، واللي مات مش هيرجع تاني. صور اكتر عشان تتخيل معايا الموضوع اكتر واكتر. ده كده شريان طبيعي جدا جدا، بص عليه كده من فوق، تمام. بدا ايه؟ الراجل ده بيشرب سجاير كتير، وعنده ضغط كتير، وعنده سكر، وكمان هو راجل، تمام، فهو عنده كل الريسك فاكتور اللي هي توديه ناحيه الايه؟ تصلب الشرايين. فكل الكلام ده بيبدا يدمر او يضعف في طبقه الاندوثيليوم بتاعت الشريان، الطبقه الداخليه بتاعت الايه؟ بتاعت الشريان، تمام. الطبقه دي بدات ضعيفه، بدات تهوي، بدات تدخل خلايا، الخلايا اللي بتدخلها بتدخل مونوسايت، المونوسايت دي بتخش جوه تتحول لماكروفاج، تمام. الماكروفاج دي بتبدا تبلع دهون، بتبدا تتحول لحاجه اسمها فوم سيل، تمام. كل الخلايا الكتير اللي عماله تخش دي بدات تكبر من حجم الجدار بتاع الشريان، وتقلل من حجم التجويف بتاع الشريان من جوه، فبالتالي بدات تقلل كميه الدم اللي ماشيه فيه.
مع الوقت كل الخلايا الكتير اللي دخلت دي بتبدا تاثر على العضلات بتاعه الانتيما بتاعه الميديا اللي هي الموجوده في الجدار بتاع الشريان، بدات تخليها تكتر في العدد وتبدا تطلع على طبقه الايه؟ على طبقه الانتيما. فبتلاقي الطبقه بتاعه الانتيما دي مليانه عضلات كتير، خلايا عضلات كتير 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 كتير. فكل ده في الاخر بدا يساهم في ايه؟ في كبر في الجدار بتاع الشريان ونقص الحجم بتاع اليومن او التجويف بتاع الشريان اللي بيمشي في الدم. ده المنظر بتاعك تحت الميكروسكوب. طبيعي ما بقاش المنظر ماشي بالعبط ده، المفروض يكون حاجه كده ايه، حاجه سليمه ومظبوطه. فهنا لا، انت عندك جلطه او مش جلطه بقى، تصلب، جزء كبير من التصلب بتاع الشرايين موجود ايه، موجود في الشريان. خلي بالك ممكن بسبب ان الخلايا دي خلايا كتير جدا جدا فمش وصل لها دم كفايه، فهي بتكون جدار ضعيف، فالجدار ده مع الوقت تبدا يضعف، يبدا ايه، يتدمر، فيبدا يتكون عليه ايه، جلطه كبيره. الجلطه دي ممكن تبدا تسد الشريان بالكامل زي المنظر اللي قدامك ده. دي جلطه، ودي ايه، الجزء بتاعت البريك اللي بكلمك عليها. تمام. دلوقتي تصلب الشرايين ده بيبدا يدخلك في حاجه اسمها ميوكارديال اسكيميا، بيبدا ينقص الاكسجين الواصل لعضله القلب لحد 70%. اقل من 70% انت امان، انت مش هتحس باي اعراض. لما تبدا عند 70% الانسداد يبقى اكتر من 70% زي المنظر قدامك ده، يعني جزء الجدار كبر وبدا يضغط على الليمون ويتضيقه بدرجه اكبر من 70%، لا دخلت كده في مشكله، دخلك في حاجه اسمها ايه، انجينا. انجينا هو معناها يعني ببساطه شديده جدا وجع في عضله القلب بسبب ان الدم اللي وصل لها مش كتير. عارف لما تكون بتجري ولا حاجه بتحس بوجع في جنبك، الوجع ده بتحس بيه انت مش وصل لك، مش وصل دم كفايه للجزء ده من جسمك. نفس الكلام عضله القلب لو مش وصل لها دم كفايه يبدا يحصل لك فيها وجع. الوجع ده بيقول لك حاجه اسمها انجينا. الانجينا دي ثلاث انواع، في حاجه اسمها كلاسيك انجينا، في حاجه اسمها انستيبل انجينا، في حاجه اسمها فاريانت انجينا. الكلاسيك انجينا او اسمها الاشهر على فكره ستيبل انجينا. ستيبل يعني حاجه مستقره، انستيبل دي حاجه غير مستقره، فاريانت انجينا دي حاجه كده ايه، حاجه مختلفه عنه بسيبك منها. اهم حاجه لازم تكون طالع بيها من الموضوع ده انك تعرف تفرق الفرق ما بين الستيبل انجينا والانستيبل انجينا. الستيبل انجينا هو المنظر اللي قدامك ده، الانستيبل انجينا هو المنظر اللي قدامك ده. عايز تقول لي الفرق؟ انت تقول الفرق ببساطه جدا ان هنا في ثرومبس، هنا ما فيش ثرومبس، بس ده ببساطه جدا جدا. طب يعني ايه انجينا عامه؟ انجينا يعني في انسداد في الجدار بتاع في التجويف بتاع الشريان بدرجه تكون اكتر من 70%. ليه؟ تمام، بس الكلام ده نظري قوي، يعني انا مش فاهم حاجه. يعني انا قاعد اهو في المستشفى، ايه العيان هيجي لي عليا ازاي؟ العيان هيجي لك بالمنظر قدامك ده كده، عيان ماسك صدره، حاطط ايده على صدره، يقول لك انا حاسس بوجع شديد جدا جدا جدا. ده مش ستيبل، ده انستيبل على طول. تمام، الاستيبل هيجي يقول لك انا بدات اجري يا دكتور، انا سليم يا دكتور، بتمشى وبعمل ومفيش اي مشاكل، بس مره واحده لما بذلت مجهود كبير بدات تحس، بحس بتعب في عضله القلب. طب لما ريحت، لقيت الدنيا سليمه ولقيت الدنيا استريحت تمام. يعني هو الوجع بتاعه بيبقى مصاحب للمجهود اللي هو احنا بنتكلم على الاستيبل انجينا من الماوس ده كده، الاستيبل انجينا. انما الانستيبل انجينا مجهود غير مجهود، وطول الوقت تعبان، وطول الوقت عنده انسداد، ما بقول لك مفيش دم واصل اصلا، فطول الوقت عنده وجع، عنده بين. تمام، الانستيبل انجينا دي لو فضلت مكمله بتدخلك في حاجه اسمها ام اي، يعني هكلمك عليها كمان شويه، يعني دي كومبليكيشن او مشكله كبيره ممكن تحصل بعد كده، يعني لو جزء من عضله القلب هيبدا يموت. تمام، في نوع ثالث ونوع مختلف شويه، حاجه اسمها فاريانت انجينا او فازوسباستيك انجينا او برينز ميتال انجينا. بص ركز على كلمه فازوسباستيك دي لانها اشهر حاجه. فازو اللي هو الفيزل، سباستيك يعني بيحصل فيه سبازم، ده كده سبازم. سبازم يعني انقباضه كده مره واحده، فبيبدا ايه، الدم اللي ماشي في الشريان ده بيبدا ايه، يكون قليل. دي حاجه مختلفه بتحصل لمده معينه، بتحصل تقريبا 15 دقيقه، بعد كده بتخف، بتحصل لوحدها يعني من غير اي، عارف، شفت القصه اللي انا بكلمك عليها دي؟ الكلام ده مش بيحصل هنا لا خالص. طب مجرد الشريان سليم وكل حاجه والجدار سليم وكل حاجه، بس هو لسبب ما بدا ينقبض كده مره واحده، فبالتالي بدا الدم ماشي فيه يتضيق، بيبدا يحصل في حاجه اسمها فازوسبازم. تمام، الموضوع ده مشهور جدا مع السجاير، مشهور جدا، كمان ممكن يكون مع الجو الساقع مع الاستريس، بس اشهر حاجه السجاير. تمام، بيحصل بسبب حاجه اسمها سمباثيتك اكتيفيتي، جزء من ضمن النشاط بتاع الجهاز السمباثاوي او السمباثيتك سيستم في الجسم انه بيعمل انقباض للشرايين. تمام، كفايه بقى كلام نظري شويه، تعالى ناخد كلام كلينيكال او كلام علمي شويه. دلوقتي في حاجه اسمها ميوكارديال انفاركشن. ميوكارديال انفاركشن دي بتيجي باعراض، ايه هي الاعراض بتاعتها؟ سيفير شيست بين، اهم كلمه سيفير شيست بين، عيان ماسك صدره كده وماسك المنظر قدامك كده وحاسس بوجع شديد جدا جدا جدا. الوجع ده ممكن يكون بيسمع في الفك بتاعه، ممكن يكون بيسمع في كتفه الشمال، ممكن يسمع في ايده، ممكن كمان يسمع في ظهره. تمام،
تمام. الوجع ده مصاحب ليه اعراض كتير، نوزيا وفوميتنج. هيرجع، رجع، هو حاسس ان هو رجع او حاسس ان هو هيرجع. نوزيا معناه ان هو حاسس انه هيرجع، اللي هي بالعربي بنسميها غثيان، تمام، قيء وغثيان، تمام، اللي هي نوزيا وفوميتنج. سويتنج، بيعرق كتير، عمال يعرق كتير. كمان حاسس انه جسمه ضعيف. الضعف ده بسبب ان عضله القلب فيها مشكله. بص، دي عضله القلب فيها مشكله، فبالتالي مش قادر تضخ كميه الدم اللي كان بتضخها، فبالتالي بيكون عنده اعراض ضعف، تمام. بس يقول لك بقى النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. ناس كتير من اللي بيجي لهم ام اي بتكون عندهم سايلنت، او الاعراض عندهم سايلنت، الاعراض عندهم مش موجوده. الموضوع ده اشهر موجود في الستات وفي الناس الكبيره، الناس اللي سنها كبير، وكمان موجود في الناس اللي عندها سكر. لو شفت حد عنده سكر تحس ان الوجع بتاعه مش باين قوي كده، لا تبدا تشك. نفس الكلام مع الستات، نفس الكلام مع الناس الكبيره. الناس دي الاحساس او السنسيفيتي بتاعتهم بالوجع مش بدرجه عاليه، تمام. فبالتالي الناس دي بتخوف، بنخاف منهم اكتر، لان بيجوا اكتر من غير اعراض. عكس لما يكون مثلا راجل وفي سنه صغير، لا انت كده بتكون اللي عارف الاعراض بتكون باينه عليه قوي يعني. بص الرسمه اللي قدامك دي، الرسمه اللي قدامك دي بتبين لك الشريان بتاع اللاد، اللي هو الليفت انتيريور ديستندنج، اللي قلت لك ان ده اكتر شريان بيحصل فيه ايه مشكله. اللي بعديه على طول هو حاجه اسمها الرايت كورونري ارتري. كمان الرسمه دي بتبين لك الفرق بين حاجه اسمها اسكيميا وحاجه اسمها انفاركشن. اسكيميا في نقص في الدم، بس لحد ما الخلايا ايه، الخلايا سليمه. انفاركشن في نقص في الدم، بس الخلايا بدات ايه، بدات تموت، بدا يحصل لك حاجه اسمها نيكروزس، او يحصل لك سيل ديث، تمام. بص بقى، الستيل انجري او السيل ديس اللي بيبدا يموت، اللي بيبدا الخلايا اللي بتبدا تموت دي بتبدا ريفرسبل، معاك 20 ل 30 دقيقه عشان تبدا ترجعها، تمام. يعني لو انت عندك شريان، الشريان ده بيغذي خلايا، تمام، الشريان ده انسد بنسبه 100%، فمعاك 20 ل 30 دقيقه عشان تبدا تلحق الخلايا دي. عدت ال 20 او 30 دقيقه دي، الخلايا دي تبدا تموت ومش هترجع تاني. طبعا الموضوع ده خطير جدا جدا جدا، يعني ايه خلايا من القلب تبدا تموت، فدي حاجه مشكله طبعا. فعشان كده الموضوع ارجنت، وحاجه المفروض انك تلحقها بسرعه جدا. كمان بيبدا يحصل لك الخلايا لما تبدا تموت، بيبدا يطلع لك شويه انزيمات، اشهرهم الكرياتين. زي ما بقول لك بقى، بيبدا يطلع مجموعه من الانزيمات، اشهرهم حاجه اسمها كرياتين فوسفوكينيز، اللي هو السي بي كي. السي بي كي ده لما بيطلع برضه بتخاف ان يكون عندك ام اي. كمان بيبدا يزيد معاك ال دي اتش، لما يكون ال دي اتش ده كتير، فده معناه ال دي اتش حاجه وحشه. ده بقول لك هو حاجه لو حاجه قليله، فلما يكون، لما يكون زياده او لما يكون موجود، يعني تبقى عارف ان في مشكله دخلها في صلب الشرايين، يعني بيدعم اكتر ان يكون عندك صلب شرايين. كمان بسبب الخلايا بتاعت الالتهابات اللي احنا اتكلمنا عليها ورا، اللي هي الماكروفاج والوايت بلاد سيل واليوكوسايت واللينفوسايت والكلام ده كله، بيبدا يحصل حاجه اسمها الخلايا دي كلها جزء من حاجه اسمها انفلاماتوري ريسبونس، او استجابه للخلايا اللي ماتت في عضله القلب، بيبدا يحصل حواليها شويه التهابات. الموضوع ده في الاخر بيبدا يزود لك درجه حراره الجسم. سيبك من الكلام ده كله، اعرف ان درجه حراره الجسم بتزيد بسبب الالتهابات اللي بتحصل. كمان رسم القلب، رسم القلب، اي حد بيجي بوجع في صدره بدرجه كبيره، او مش عايز اقول بنسبه 100%، مطلوب منك تعمله رسم قلب عشان تشوف المشكله بتاعته دي ايه، عشان تستبعد الام اي موجوده ولا لا، تمام. تمام، رسم القلب احنا هنشوف الكلام ده، اشرحه لك سلايد لوحدها عشان يكون الموضوع ايه متركز عليه. كمان بيحصل عندك اريزميا. الاريزميا هي لخبطه في ضربات القلب. تعال نتكلم كده، نتكلم كده بالراحه. دلوقتي انت عندك ادي كده ايه، القلب، عضله القلب دي كل جزء من عضله القلب بيشتغل مره واحده، فبيشتغل القلب في تناسق، فبالتالي ضربه القلب بتبقى ضربه محترمه، ضربه واحده بتشتغل في تناسق كبير جدا. الريزمي هي لخبطه في ضربات القلب، او عدم تناسق في ضربات القلب. لو الجزء ده ميت، كل عضلات القلب بتبدا تشتغل بس الجزء ده مش شغال، فبيبدا يكون بيحصل لخبطه في ضربات القلب. مش ده بس، كمان لما يكون عندك، يعني في حاجه اسمها منظم ضربات القلب، حاجه كده بتنظم ضربات القلب موجوده. المنظم ده احيانا لو مش وصله دم كفايه، بيبدا يحصل له فيه مشكله، فده يدخلك في ايه، في اريزميا. اريزميا ممكن تكون زياده في ضربات القلب، نقص في ضربات القلب، او لخبطه في ضربات القلب نفسها. لو انت الشخص ده دراعه او رجله او ايا كان جزء من جسمه مش وصله دم كفايه، فبيبدا ايه، ضربات القلب تبدا تزيد عشان تبدا توصل دم كفايه للايه، للمكان ده. فده برضو نوع من انواع الاريزميا، تمام. ممكن يحصل بسبب نقص في الاكسجين، اسيدوزيس، او الترا الكتريكال كوندكشن. زي ما قلت لك بقى، انت بيكون عندك عضله القلب، مش عارف المعلومه دي عارفينها ولا لا، بس انت تعال نتكلم كده بالراحه.
دي كده القلب، تمام، دي الاتريوم والايه والفنتركل اللي هو الاذين والبطين. في حاجه اسمها اس اي نوت. اس اي نوت دي هي اللي بتبدا تدي الاشاره لعضله القلب انها الكهرباء، تبدا تمشي كهرباء في عضله القلب عشان تخلي كل جزء من عضله القلب يبدا ايه، يبدا ينقبض. لو الاس اي نوت دي مش وصل لها دم كفايه، الشريان اللي بيغذي المنطقه دي في مشكله مسدود، فالاس اي نوت دي مش شغاله كويس، ففي مشكله في الالكتريكال كوندكشن او نقل الاشاره العصبيه لعضله القلب، فبالتالي بيبدا يحصل ايه، بيحصل لك نيكروز او بيحصل لك ام اي، تمام. زي ما قلت لك كده الموضوع ده ممكن يحصل بسبب نقص الاكسجين، لما تكون انت مش عارف تتنفس انت لا اراديا اصلا بتلاقي عندك ضربات قلبك زادت، تمام. الاسيدوزس هي ممكن نتيجه بسبب ايه، الهايبوكسيا. بص تكون دايما ناخدها في الثانوي، يقول لك ايه، نقص الاكسجين بيدخل لك الجسم في تنفس لا هوائي. التنفس اللا هوائي ده مشكلته هو زياده او تراكم في حاجه اسمها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده لما بيزيد بيدخلك في ايه، في اسيدوز، فهو برده كنتيجه لايه، لنقص الاكسجين اللي هو في الاخر بيزود لك ايه، ضربات القلب او الهارت ريت، تمام. دلوقتي هنتكلم عن موضوع بعيد تماما عن موضوع الام اي، هي حاجه اسمها شوك، تمام. شوك دي حاجه مشهوره جدا جدا جدا، ومصطلح هنسمعه كتير جدا 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 جدا. لو كنا بنتكلم على الام اي ان في نقص في الاكسجين اللي واصل لعضله القلب، فالشوك هنا احنا بنتكلم على نقص في الاكسجين اللي واصل للجسم كله، نقص في الاكسجين او نقص في الدم، لان هو كده الدم ده كده كده محمل بالاكسجين، فالاثنين نفس المعنى. يعني المنظر قدامك ده كده هو المنظر المثالي للشوك، ده شخص سليم ما عندوش اي مشاكل، شايف المنظر ده، العيان ده او الراجل ده كل الجسم بتاعه مش وصل له اكسجين، فالعيان ده داخل في ايه، في شوك. لكن انت تتخيل مدى خطوره حاجه زي كده، كل حاجه حرفيا، مخه، اطرافه، قلبه، كل حاجه في جسمه مش وصل له اكسجين كفايه، تمام. فلما نيجي نعرف شوك، هو بيقول لك هي حاجه جنرالايزد، حاجه جنرالايزد يعني حاجه شامله كامله كده، كل ايه، اجزاء جسمه فيها ان اديكويت بلاد فلو، الدم اللي ماشي بيكون ان اديكويت، بيكون غير كافي، تمام، من غير كافي للجسم، فبالتالي الخلايا مش وصل لها دم، فبالتالي تبدا تموت لان وصل لها اكسجين قليل. كمان الاذر نيوترنت، اذر نيوترنت زي الجلوكوز، اي حاجه بقى الخلايا بتاعت الجسم بتغذى عليها بتبقى واصله بكميه قليله، تمام. ده كده التعريف العام للشوك. الشوك ليه 4 انواع اساسيين، ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا 5، على حسب برضو التاثير بتاعت كل اكتئاب، بس في انواع انت هتسمعهم كتير جدا جدا. رقم واحد حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك، الجسم ده المفروض يكون القلب بتاعه مثلا بيضخ 5 لتر في الدقيقة، تمام؟ العيان ده داخل في حادثة، فأصلا هو ما عندوش ال 5 لتر عشان يضخوه، فبيضخ مثلا كمية قليلة، بيضخ 3 لتر، فده بتقول عليها حاجة اسمها هايبو فوليميك، هايبو يعني قليل، وفوليميك اللي هو جاي من فوليوم، أو الاسم التاني همرجي شوك، لأنه نزف كمية، عمل حادثة فنزف 2 لتر، فما بقاش معاه إلا 3 لتر يضخهم، فكمية الدم اللي بيضخها بقت قليلة. ده النوع الأولاني. الكارديوجينيك شوك، العيان ده دمه بتاعه سليم، عنده 5 لتر عادي جدا، تمام، بس القلب بتاعه ما بيقدرش يضخ غير 3 بس. يعني ايه ما بيقدرش يضخ غير 3؟ القلب عنده في جزء منه حصل له ام اي، في جزء من عضلات القلب دي او جزء من الاعضاء بتاعت القلب دي ميته، فبالتالي مش قادر تضخ 5 لتر كاملين، بتضخ 3 لتر بس، فبتدخلك في حاجه اسمها ايه، شوك، تمام. في حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك. اوبستراكتيف شوك دي ليها انواع كتير، بس هديك اشهر مثال او اقرب مثال يعني ممكن يكون سهل للفهم. القلب ده المفروض الطبيعي بيشيل 5 لتر، تمام. تخيل بقى القلب ده متحوط بحاجه، تمام، في جدار كده بيحوط القلب، الجدار ده لو فيه مشكله بدا يتملي بسائل، السائل ده بيبدا يضغط على عضله القلب، بدل ما كانت عضله القلب بتشيل 5 لتر بدات تشيل 3 لتر، فبالتالي الضغط ده هو عامل اوبستراكشن او عامل سد لعضله القلب مش مخليها تعرف تتملي براحتها. الموضوع ده بيدخلها في حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك. ليه انواع كتير اوبستراكتيف شوك، بس ده نوع من الانواع بتاعته، حاجه اسمها كاردياك تمبونات. كارديك تمبونات ان هو الغلاف بتاعت القلب ده او الجدار اللي بيحوط القلب ده بيكون مليان فلويد. مش مهم دلوقتي. ديستريبيوتيف شوك، ديستريبيوتيف شوك ده او اسمه التاني او نوع منه، نوع حاجه اسمها سيبتيك شوك، بيكون فيه حاصل بسيط جدا جدا، ان بدل ما يكون الشكل بتاعت الاوعيه بتاعت الجسم بالمنظر ده، لا بتكون بالمنظر، يعني تخيل كده مكبر عليها، بتكون بالمنظر بدل ما هي كده بتكون بالمنظر ده كده، بتكون حاصل فيها فاز دايليشن، بتكون منفخه زياده عن اللزوم، شرايين واورده. فتخيل كده ان الاورده اللي في جسمك دي مليانه دم، مليانه دم، مليانه دم، مليانه دم، مليانه دم كتير، فبالتالي الدم اللي هيوصل للشريان هيكون قليل، فبالتالي مفيش دم يوصل للاطراف. هكلمك انا بالتفصيل لو انت ما فهمتش حاجه، تمام. دي كده كنظره عامه، احنا كل واحد مشروح لوحده، بس انا بديك فكره عامه عشان ايه، تسمع الكلام مره واثنين وثلاثه، تمام. بديك شويه تعريف، بيقول لك في حاجه اسمها ستروك فوليوم. ستروك فوليوم بالعربي كده كميه الدم اللي القلب هيضخها في الضربه الواحده، باي اتش بيت، تمام. طبعا احنا مجازا بدل ما بنقول القلب بنقول الايه، الفنتركل. الفنتركل هي الجزء من القلب ده اللي هو ايه،
مسؤول عن ضخ القلب، تمام. والبيت ليه الضربه، فكميه الدم او الحجم بتاع الدم اللي بيتضخ في كل ضربه بنقول عليها حاجه اسمها الاستروك فوليوم. لمعلوماتك هو حوالي 70 مللي، ده نورمال طبعا. في حاجه اسمها كارديك اوتبوت، الكارديك اوتبوت دي كميه الدم القلب هيضخها بس في الدقيقه الواحده، تمام. يعني دي في الضربه الواحده، انما دي في الدقيقه الواحده. طب عايز اسالك سؤال، هو في الدقيقه الواحده القلب بيضخ قد ايه؟ بيضخ تقريبا 70 ضربه في الدقيقه، تمام. طب 70 ضربه في الدقيقه وكل ضربه فيها 70 مللي، تمام. 70 ضربه في الدقيقه وكل ضربه فيها 70 مللي، اضربهم كده في بعض، 70 في 70 7 في 7 49، وحط الصفرين فدي 4900 مللي، بمعنى تاني 5 لتر تقريبا. يعني من الاخر كده الكارديك اوتبوت حوالي 5 لتر، يعني قلبك في الدقيقه بيضخ 5 لتر. تاني لما تحسب الكارديو اوتبوت بتجيب الستروك فوليوم، كميه الدم اللي القلب هيضخها في الدقيقه في الضربه الواحده، واضربها في عدد ضربات القلب. طبعا ضربات القلب مختلفه من واحد لواحد، الرينج بتاعها طبيعي من 60 ل 100، تمام. بس زي ما قلت لك كده خدت ايه، خدت 70 عشان هي رقم في المتوسط، تمام. والستروك فوليوم قلت لك ان الرقم الطبيعي بتاعها في الضربه الواحده تقريبا حوالي 70، طبعا بيزيد او يقل عادي مفيش مشكله. دي الانواع اللي انا بكلمك عليها. النوع الاولاني حاجه اسمها اوليجيميك او هايبوفوليميك او هيموراج شوك، بيكون فيها حاصل نزيف، فبدل ما كان القلب بيضخ 5 لتر بدا يضخ 3 لتر فقط، لان اوريدي هو فقد 2 لتر عن طريق الايه؟ عن طريق النزيف. في حاجه اسمها كارديجونيك شوك، وفي ضعف في عضله القلب، نفترض الجزء ده ضعيف، فبالتالي القلب بدل ما كان بيضخ 5 لتر بقى يضخ 3 لتر فقط. النوع الثالث حاجه اسمها سيبتيك شوك، والسيبتيك شوك دي بيحصل فيها يعني السيبتيك او البكتيريا اللي بتخش بتبدا تطلع في مواد، المواد دي بتبدا توسع الشرايين، فتبدا الشرايين بتاعتك تبدا توسع زياده عن اللزوم، تمام. لما توسع الشرايين بتاعتك زياده عن اللزوم الدم اللي ماشي فيها هيبقى كتير، بس في نفس الوقت ماشي براخي. عايز افهمك الموضوع ده، جيب الخرطوم بتاع الميه عندكم، خرطوم ميه، ادي خرطوم ميه، تمام، واضغط عليه او اقفل جزء منه، هتلاقي الميه عماله تندفع منه جامد جدا جدا جدا. طب جيب خرطوم ووسعه، هتلاقي تقريبا الميه اللي ماشيه فيه ماشيه بالراحه جدا وراكده، فالميه لو توصل للخلايا او توصل للبلاط او توصل لاي حاجه تانيه مجازا يعني هتكون قليله جدا جدا جدا، بيبقى حاصل بسبب الفازو دايليكتيشن او توسع الشرايين اللي حاصل ده. الموضوع ده بتلاقي حاجه اسمها سيبتيك شوك، او حاجه اسمها الاسم الاشمل بتاعها حاجه اسمها ديستريبيوتيف شوك. الديستريبيوتيف شوك ليها كذا نوع، اشهر نوع ليها السيبتيك شوك. تمام، بيكلمك بقى شويه كلام كده ايه، كلام عام، بيقول لك الهايبوفوليميك شوك او الهيموراجيك شوك هي الموست كومن كوز، اشهر سبب ممكن يحصل، معلش الهيموراج اشهر سبب ممكن يدخلك في هايبوفوليميك شوك. ليه اشهر سبب؟ لان ايه الاسباب الثانيه ممكن تعملك كده؟ تخيل لو حد عنده اسهال، اسهال مزمن عمال يخرج، انت عارف الاسهال احنا بنخرج ايه؟ بنخرج سوائل حرفيا، ميه كتير في الجسم، بيخش في جفاف حرفيا، ده نوع تاني من الانواع غير الهيموراج. الهيموراج او النزيف اللي ممكن اشهر حاجه مثال عليه حادثه، حد اتخبط، حد نزف، النزيف ده قلل كميه الدم الموجوده في بقيه الجسم فبيدخلك في شوك، تمام. طبعا الاسباب موجوده قدامك اهي، بيقول لك مثلا ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل ديكريزنج للبادي فلويد، قلت لك اشهر حاجه عليها ان ممكن العيان ده يكون بيعرق كتير جدا جدا جدا، ممكن يكون بيرجع كتير جدا جدا جدا، ممكن يكون عنده اسهال او عنده دايريه كتير، تمام. ممكن يكون ماشي على حاجات مدرات للبول، ممكن يكون عنده حاجه اسمها دايابيتس انسيبيتس، دايابيتس انسيبيتس دي نفس الكلام برضو بتخلي الانسان بتخلي الانسان يخش الحمام كتير، فبالتالي بيخرج ميه كتير كده ايه مع اليورين. ممكن يخسر دم مع الجي تي زي الفوميتنج والدايريا مع الاسهال وايه والترجيع، تمام. بيقول لك برضه في الفسيولوجي، وده كلام سهل جدا 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 واتكلمتك عليه، هيقل عندك الستروك فوليوم، وهيقل عندك الكارديو كابوت، وهيقل عندك الفينس ريتيرن، فبالتالي كميه الدم اللي هتوصل للتشو قليله. فاهم حاجه من الكلام ده؟ منطقي، كل الكلام ده مرتبط ببعض اصلا. الفينس ريتيرن يعني بص، الفينس ريتيرن دي عباره عن ايه؟ هي كميه الدم اللي موجود في الفين اللي هيوصل بعد كده للقلب، تمام، والقلب هيبدا يضخه على اساس ستروك فوليوم. تعالى كده نتخيلها، لو ده القلب بتاعك، القلب بتاعك ده في عندك حاجه اسمها سوبيرور فينا كيفا، وتحت في حاجه اسمها انفيرور فينا كيفا، دي الاورده بتاعت جسمك. الاورده بتاعت جسمك دي بترجع ايه؟ بترجع فينس بلاد. الفينس بلاد ده هو عباره عن دم الاكسجين اللي فيه بيكون في ايه؟ بيكون في وحش، فاحنا بنهدف انك بتوديه في القلب كده، وبعد كده توديه للرئتين بتوعك، ادي الرئتين بتوعك دول بيبداوا ينقلوا الدم ده ويبداوا يودوه للناحيه الشمال من القلب عشان يضخ فيه دم ايه؟ الاكسجين بتاعه ايه؟ سليم. فالدم لما الدم ده يبدا يضخ، يتضخ على اساس ايه؟ بيتضخ في كل ضربه، فبيتضخ على اساس ان هو ستروك فوليوم. مع كل 60 ثانيه يعني
الاستروك فوليوم بتتحول بعد كده لايه؟ للكارديك اوتبوت. فلو عندك نقص في الفينوس ريتيرن هيقل عندك كميه الدم لو توصل للليفت سايد اللي هي الاستروك فوليوم، هيقل عندك في الاخر الكارديك اوتبوت. كله مرتبط ببعضه يعني، انت مش محتاج تحفظ الثلاث حاجات دول، انا بس بحاول افهمك كل واحده معناها ايه. تمام، بيقول لك بقى الاعراض بتاعت الهايبو فوليميك شوك. رقم واحد رابيد بالس ريفلكس سمباثيك اكتيفيتي، بساطه جدا 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 جدا، فكر فيها معايا. دلوقتي انت عندك الدم القلب بتاعك مش عارف يوصل دم كفايه للاطراف بتاعته، فبيحاول يزوق يعني يحسن المشكله دي عن طريق ان هو ينقبض بسرعه كبيره جدا. ليه؟ ببساطه جدا جدا، انت عندك مشكله في الكارديو اوبوت، الكارديو اوبوت دي قليل، تمام؟ والكارديو اوبوت ده ما هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاستروك فوليوم اللي هي برضو قليله على فكره في الهارت ريت. تمام، دلوقتي الكارديو اوبوت قليله والاستروك فوليوم قليله، طب ايه الحل معانا؟ الحل معانا ان احنا نزود الهارت ريت، نزود ضربات القلب. فتلاقي ضربات القلب زايده وتلاقي العيان بدا يحس بضربات قلبه. الموضوع ده بنقول حاجه اسمها ريفلكس سمباثيتك اكتيفيتي بسبب النشاط بتاع الجهاز السمباثاوي اللي كان قلنا قبل كده انه بيزود الايه؟ السويتنج بتاع العيان. ده في حالات الام اي. دي معلومه كده ذكرت في النص. كمان بتلاقي العيان ده ضغط واطي، ما طبيعي ضغط واطي، ما هو الضغط ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدم اللي ماشي في الشريان، ادي الدم وهو ماشي في الشريان، الدم ده بيبدا ياثر على الجدار بتاع الشريان يعمل لك ضغط. فتخيل مفيش دم اصلا، فطبيعي ما يبقاش في ايه؟ ما يبقاش في ضغط. النقطة الثالثة بيقول لك بيل كولد كلامي سكين، كل واحدة ليها معنى، بيل يعني باهت، تمام؟ طبيعي طبيعي لو وصل له دم هيبقى محمر ورد كده وجميل، انما لو مش وصل له دم فبالتالي بيكون ايه؟ بيكون بيل. فطبعا انت بتتكلم على عيان هايبوفوليميا شوك، عيان خسران في اللود او خسران دم، ايا كان بقى خسران ايه، فبتلاقي جسمه ايه؟ جسمه باهت، كمان سقعان، وجود ان كون ان في دم واصل للاطراف بتاع الجسم فده بيخليك تدفع. عشان كده قلت لك مع السقعه الجسم بتاعك بيحاول يزود الهارت ريت عشان يزود كميه الدم، او يشغل القلب بدرجه كبيره يعني عشان يزود كميه الدم اللي توصل للاطراف دي. تمام، في حاجه اسمها كلامي سكن. كلامي سكن دي ببساطه معناها ان جسمك بتاعك بيطلع ايه؟ بيطلع عرق، والعرق ده اصلا جزء لما بيشتغل انا يعني بيطلع عرق، يعني ده جزء من نشاط الجهاز السمباثيك. احنا ليه السمباثيك اصلا بيزيد؟ السمباثيك كان بيزيد عشان يزود الهارت ريت، فالقلب السمباثيك بيزيد فبيشغل الهارت ريت، كأثر جانبي معاه ان هو بيبدا يزود الايه؟ بيبدا يزود العرق. النقطه دي مهمه جدا 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 لانها بتبدا تفرقك ما بين الانواع التانيه كتير. كمان العيان ده هيبقى عنده احساس بالعطش، سيرس سنسيشن. ليه عنده احساس بالعطش؟ لانه فاقد دم او فاقد فلويد، فضل يرجع كتير، فضل يعمل اسهال كتير، فبالتالي الفلويد او السوائل الموجوده عنده جسمه هتبقى قليله جدا، فبالتالي بيبقى عنده احساس بالعطش. الموضوع ده بيبقى ميديتد بحاجه اسمها انجيوتنسين 2 وبارو ريسبتور، بارو ريسبتور ميديتد ريسبونس. يعني دي ميكانيزم او باسوي يعني هي اللي توصل للمخ بتاعك ان هو حاسس بالعطش. حاجه معقده شويه ويعني بعيده بصراحه عن الموضوع بتاعنا، فمش شايف ان انا يعني انا اشرحها دلوقتي. كمان ممكن يحصل عندك حاجه اسمها اوليجوريا. اوليجوريا هي نقص في كميه البول، يوريا اللي هو الايه؟ اليورين بتاعك، يورين، واوليجو اللي هي ايه؟ قليل. تمام، ليه بيحصل نقص في اليورين؟ لان ببساطه الكليه مش وصل لها دم كفايه، ما هو الدم ده محول محمل بسوائل، السوائل دي مش موجود اصلا، يعني الجسم فقدها عن طريق الايه؟ عن طريق النزيف او عن طريق العرق او عن طريق الترجيع الكثير او عن طريق السائل الكثير، فبالتالي مفيش فلويد يوصل للكليه، فبالتالي مفيش بول هيخرج. رابيد ريسبيريشن نفس الفكره بالظبط بتاعت الرابيد بولس. دلوقتي انت عندك جسمك عشان مش عارف عايز يوصل دم للخلايا بتاع جسمك، عايز يوصل لها دم يعني، تبدا يزود الهارت ريت، يزود الشغل بتاع القلب. تمام، هو برده عايز يزود الاكسجين اللي واصل للخلايا، لان الاكسجين اللي واصل للخلايا قليل جدا، ما هو الدم محمل بالاكسجين، فبيحاول يزود التنفس بتاعك، بيزود سرعه التنفس، بيبدا ينهج كتير عشان يبدا يزود الايه؟ يزود كميه الاكسجين اللي توصل للخلايا. يبدا يعمله عن طريق حاجه اسمها بريفرال كيمو ريسبتور. تمام، تلاقي عندك بيحصل كمان، تلاقي عندك كمان بيحصل اسيدوز. اسيدوز قلت لك عليها قبل كده، قلت لك انها بتحصل بسبب نقص الاكسجين، فبالتالي الجسم بيلجأ لحاجه اسمها انيروبيك جلايكوليسيس او تنفس لا هوائي. التنفس اللا هوائي ده بيبدا يطلع لك كميه كبيره جدا من اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد ده من اسمه بيدخلك في حاجه اسمها اسيدوز. اسيدوز دي مشكله كبيره جدا 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 جدا، يعني مصيبه، فمش حاجه حلوه يعني. كمان الراجل ده بيكون عنده ريستلنس اند ابريهنشن،
ريستلسنس وابريهنشن دول معناهم توصيف شديد جدا ان العيان ده عنده توتر انكزايتي. الانكزايتي دي في الاغلب اللي بتحصل بسبب زياده النشاط بتاع السيمباستيك اللي بيتم عن طريق او الكيمو ابس مواد كيميائيه اسمها كاتيكولامين. الكاتيكولامين دي بتطلع مع النشاط بتاع السيمباستيك. كل الكلام ده بتحصل يعني بتؤدي الى التوتر بتاع العين. ريستلنس ده العين بيبقى قاعد مش مستريح. ابريهنشن برضو يعني قلق، لا العين بيبقى قلقان زي ما بقول لك كده. كل الكلام ده نشاط السمباثيك اكتيفيتي. اقرب مثال لي عشان اوصله لك هو التوتر او القلق اللي بيحصل لك لو انت شربت قهوه بدرجه كبيره، هتلاقي بسبب ما كده انت جسمك متوتر كده. تمام. اخر حاجه ديتيريوريتد كونشسنس، الوعي بتاع العين ده هيكون واقع جدا منطقي. انت اصلا مشكلتك في الوعي بتاعك، المسؤول عنه المخ بتاعك او البرين بتاعك. لو البرين بتاعك مش واصل له دم كفايه خلاص انت بيدخلك في ايه، في الكونشسنس بتاعك بيبقى واقع، ممكن يزيد لدرجه انه ممكن يوصل لك في كوما. كوما معناها ان انت اغمى عليك تماما. تمام. شوك معناها ان مفيش دم واصل للاعضاء بتاع جسمك. كوما معناها ان انت اغمى عليك. طبعا دي مرحله خطيره، لان انت لو اغمى عليك فتره طويله فده معناه ان المخ بتاعك مش واصل له دم، فلحد انت بقى المخ بتاعك يبدا يستحمل الموضوع ده. تمام. هنيجي نتكلم على النوع الثاني، وهو نوع اسمه كارديوجينيك شوك. هو نوع بسيط جدا 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 في الفهم، بيكون فيه بصاصه شديده جدا جدا، جزء من عضله القلب مش شغال او عضله القلب كلها على بعضها، فبالتالي عضله القلب دي مش قادره تضخ دم، فالستروك فوليوم بتاعك بيكون قليل، الكارديك اوتبوت بتاعك بيكون قليل. خلي بالك احنا ما جبناش سيره الفينوس ريتين، لان الفينوس ريتين هيكون سليم، الدم اللي هيوصل للقلب هيرجع سليم، بس الفكره الدم بيرجع بس القلب مش عارف يرده بقى، فبالتالي بيكون عندك في ضعف في الكونتراكتيليتي او ضعف في انقباض القلب، وبالتالي بيكون عندك نقص في الكارديو كابوت، وبالتالي بيكون عندك نقص في الدم اللي هيوصل لايه؟ للخلايا. تمام. بيقول لك ان اشهر الامثله اللي ممكن تعمل كده مايوكارديال انفاركشن ومايوكاردايتس واريزميا. واحده واحده. مايوكارديال انفاركشن دي اتكلمنا عليها كتير جدا جدا جدا، حاجه هتموت عضله القلب. مايوكاردايتس بيكون فيها التهاب في عضله القلب. لما تلمح كلمه ايتس دي في اي حاجه دي معناها ايه؟ التهاب على طول. فالتهاب في عضله القلب، فبالتالي عضله القلب ضعيفه، فبالتالي مش عارف تنقبض. الاريزميا، الاريزميا دي سواء بالزياده او بالنقصان، بمعنى ممكن يكون زياده في الهارت ريت وممكن يكون نقص في الهارت ريت. واحده واحده كده، انت مش لسه قايل ان زياده الهارت ريت هتزود الكارديك اوتبوت؟ وده منطقي جدا، لو قلب اشتغل بالزياده فبالتالي الكارديك اوتبوت ده هيبدا هيزيد جامد. بس ويزن ليميت، يعني لحد مده معينه الهارت ريت زيادته نافعه، لحد مده معينه نقص الهارت ريت هيكون هيعمل لك مشكله، بس الموضوع ده يعني ليه ليميت معين. بمعنى عشان تفهمني دلوقتي، انت زودت ضربات القلب بتاعتك كانت 70، تمام، وضربات القلب ال 70 دي مش كافيه انها توصل لك ايه، توصل لك دم للخلايا، فاحنا زودناها خليناها 120. تمام. الكميه اللي هتوصل بقت ايه، بقت زياده، والمشكله بتاعتك اتصلحت. بس تخيل كده لو انت عندك مشكله بخليها ضربات قلبك 400، لان كده اصلا انت عارف ان ايه ضربات قلبك 400، يعني قلب بيضرب اللي هو القلب اصلا حرفيا، يعني فكرة الانقباض انت بتنقبض فبتخرج دم، فانت عمال تنقبض مفيش دم، مفيش دم لحق يوصل، مفيش دم لحق يوصل، مفيش دم لحق يوصل، فانت عمال تنقبض تنقبض تنقبض. كل الانقباضات دي ملهاش لازمة، انقباضات عشوائية ملهاش اي لازمة، لان اصلا مفيش دم لحق، القلب ملحقش يملى. القلب بص طبيعي، القلب بيحصل بيملى دم بعد كده بيقوم ايه مخرجه. تمام. فدلوقتي انت لما تضرب ضربة ضربه 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 والقلب اصلا مش لاحق يملى، فكل الضربات الزياده دي ملهاش اي 30 لازمه، فبالتالي الكميه بتاعت الكارديو كوبوت بتاعتك هتكون ايه ساعتها قليله. مش عايز اكون لخبطتك، بس الهارت ريت او الاريزميا لما بتزيد جامد قوي 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 تبدا تاثر على العضله بتاعت القلب وتدخلها في حاجه اسمها كارديوجينيك شوك. في نوع ثالث هو اوبستراكتيف شوك، اديتك عليه نبذه معينه كده، بس الاوبستراكتيف شوك دي السبب العلمي ليه هي مشكله في الفينس اوبستراكشن، مشكله في الفينس ريتيرن اللي بيوصل عضله القلب. لو عضله القلب دي، ادي القلب اهو في فين، فينس ريتيرن المفروض يرجع، انت عندك المشكله بتاعتك هنا دي، الفينس ريتيرن ده مش راجع خالص. فده ممكن يحصل كذا سبب، اول سبب تنشن نيموثوراكس، ثاني سبب وده اللي كلمتك عليه قبل كده اللي هو الكاردياك تمبونيت. ده المنظر بتاع التنشن نيموثوراكس. التنشن نيموثوراكس ده بيكون ادي اللنج بتاعتك ودي البلورا. البلورا دي المفروض يكون مليانه فلويد، مليانه هواء، معلش مليانه هواء. تمام. لسبب ما مش موضوعنا دلوقتي ايه السبب ده كله، ان الهواء اللي موجود جوه البلورا ده بدا يزيد بدرجه كبيره جدا. يعني اقول لك السبب بتاع ان انت مثلا حد ضربك بمطوه هنا، مطوه في صدرك، فبالتالي الهواء اللي كان موجود بره، اللي موجود بره في الطبيعه كده، بدا يخش عن طريق الايه، يخش عن طريق الفتحه بتاعه المطوه دي، بدا يخش جوه البلورا، بدا ينفخ البلورا، البلورا بدات تتنفخ، في المقابل بدات تضغط على اللنج. تمام. بدات اللنج تضغط عليها، دي عامله طبعا مشاكل في التنفس مالهاش دعوه بيها، بس فكره ان البلورا اللي عماله تكبر 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 تضغط لك على الفينوس سايد بتاع الهارت، فبالتالي تمنع الفينوس ريتيرن.
تمام. لما تقلل الفينس ريتيرن ايه اللي هيحصل؟ هيقل الستروك فوليوم، هيقل الستروك فوليوم وهيقل معاك الكارديك اوتبوت. تاني يبقى انت عندك التنشن والسوركس، معناها ان حد ضرب بمطوه ففي الهواء محشور جوه البلوره، تمام. الهواء اللي موجود ده هيبدا يضغط على الفينس سايد بتاعت الهارت، يضغط على الهارت، مش مخلي الهارت يعرف يوصل له، يعرف يوصل له الدم، مش مخلي الهارت يعرف يتملي بالدم طبيعي، فبالتالي بيدخلك في حاجه اسمها اوبستراكت شوك. نفس المبدا ده بيحصل مع حاجه اسمها كارديك تمبونات، بتكون فيها الساك او البريكارديوم، البيري كارديوم اللي بتحوط الهارت، مليانه فلويد بدرجه كبيره جدا 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 جدا، فعماله تضغط على القلب وتحديد الفينوس سايت، فبالتالي الفينوس ريتيرن يكون قليل. يعني ايه كاردياك تمبوناد؟ يعني ميه موجوده في الغشاء اللي محوط القلب، فبالتالي الميه دي ضغط على القلب، فمش هيخليه يعرف يتمدد ويتملي براحته، تمام. طبعا بيقول لك ايه الكلام ده كله، هيقلل الفينوس ريتيرن ويقلل الستروك فوليوم ويقلل الكارديك اوتبوت. ده منظر تاني للكارديك تمبوناد، بيكون فيها الجزء بتاع البريكارديوم ده مليان فلويد، ده المنظر الطبيعي. انما لو كميه الفلويد دي زادت عن الطبيعي، بتبدا تضغط على الرايت سايد بتاعت الهارت، وبالتالي بيبدا ايه، بيكون يضغط عليه ومش عارف يملى بسهوله، يبدا ياثر على الفينوس ريتيرن. ديستريبيوتيف شوك انواع كتير، اشهر مثال عليها ستيك شوك، وهي اهم كلمه فيها تبقى عارفها ان بيحصل فيها فازو دايليتيشن، وزي ما قلت لك عليها بقى كده قبل كده، ان لو عندك الهارت بيكون بيخرج، يعني بيخرج دم عن طريق الشرايين بتاعته، فالشرايين دي لو بسبب البكتيريا دي بدات تطلع مواد، المواد دي بدات تاثر على الجدار بتاع الاوعيه دي، بدا يعمل حاجه اسمها فازو دايليتيشن، فالقلب ده او الشرايين دي بدات توسع زياده عن اللزوم، بدات تبقى بالمنظر اللي قدامك كده، فالدم بقى راكد فيها مش عارف يتحرك، فبالتالي الدم اللي بيوصل للخلايا بيكون ايه، قليل. تمام، ده نوع اللي هو اللي بيدخلك في سيبتيك شوك او ديستريبيوتيف شوك. كمان التوسع والتمدد بتاع الجدار ده يخلي الشريان بيتعبي بدم، بيبدا يضغط على الجدار بتاع الشريان، يبدا يوسع المسافات البينيه ما بين الشريان وبعضه، فبالتالي بيخلي السوائل او الدم اللي موجود ده يبدا يهرب في الجدار بتاع الشريان ده، ويبدا يروح للايه، للخلايا اللي حواليه. تمام، بيقول لك في مراحل في الشوك دي، المراحل دي بيقسمها لك عندك في الكتاب بثلاث مراحل، حاجه اسمها نون بروجريسيف، حاجه اسمها بروجريسيف، حاجه اسمها ايرفيرسبل ستيج. تمام، واحده واحده بقى كده. الريفرسبل ستيج دي اخطر مرحله، ودي خلاص الخلايا اللي وصل لها الدم دي، او الخلايا دي مش وصل لها دم بقى لها فتره طويله، فالدمج او الدمار اللي حصل للخلايا ده بقى دمار ايرفيرسبل، ما بقاش قادر يرجع. طبعا احنا بنتكلم على خلايا مهمه جدا جدا جدا، اللي هي خلايا البرين وخلايا الهارت، الدمج في الخلايا دول ولو اتحول بقى ايرفيرسبل، فدي مرحله خطيره جدا 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 جدا. تمام، الفكره في المرحله دي انها خلاص ايرفيزبل، لو اديت علاج، لو اديت تريتمنت، التريتمنت ده ولا هيعمل اي حاجه، عكس المرحله اللي قبلها، المرحله بتاعت البروجريسيف، المرض عمال يزيد، تمام، والنقص بتاع الاكسجين ده عمال يزيد، بس لو انت بدات تدي علاج الموضوع ده هيبدا يتحسن، عكس المرحله دي اللي مش بتستجيب للعلاج. يعني الفرق هنا ان دي بتستجيب للعلاج، دي مش بتستجيب للعلاج خالص. امال المرحله الاولانيه، المرحله الاولانيه دي ولا اي حاجه، انت عندك نقص، النقص في الدم، تمام، نقص في الدم اللي واصل للخلايا. يعني مثلا تعالى نفتكر المثال بتاعنا، قلت لك لو عندك 5 لتر وعندك 3 لتر، يعني عندك ده الطبيعي وده العيان اللي عنده شوك. لا، هنا انت العيان اللي بتتكلم عليه في المرحله بتاعت النون بروجريسيف ستيج دي هو عنده نقص قليل، يعني مثلا ده القلب بتاعه بيضخ 4.5 لتر في الايه، في الدقيقه، كميه قليله بس قليله بدرجه كافيه ان القلب يبدا يتعامل معاها. يتعامل معاها ازاي؟ عن طريق يزود الهارت ريت. لو زودت الهارت ريت هتبدا تعرف تعوض النقص ده، فبالتالي ولا هيبان عليك اي اعراض خالص، فبالتالي بيحصل لك فول ريكفري من غير اصلا ما تاخد اي ثيرابي، ومن غير اصلا ما يبان عليك اي اعراض. النورمال كومبنساتوري ميكانيزم اللي الجسم بيعملها، اللي من ضمنها ان هو يزود الهارت ريت، بيبدا يعني يحسن الموضوع كله من غير اي علاج. تاني سريعا كده، اول مرحله نون بروجريسيف، مفيش اي حاجه بتحصل ولا فيها اي اعراض، وبيستجيب تماما او مش محتاج اصلا انك تاخد فيها تريتمنت، الجسم بطبيعته بيبدا يتكيف مع الموضوع. البروجريسيف ستيج لا، الجسم مش قادر يتعامل مع الموضوع ده، مهما يزود في الهارت ريت مش قادر يتعامل، المشكله مش قادر تتحل، فبيبدا لازم تدخل ساعتها وتدي ايه، تدي علاج. تمام، الايرفيزبل ستيج والله اديت علاج، ما اديتش علاج، جسم اتدخل، جسم ما اتدخلش، خلاص الخلايا بتاعت المخ والخلايا بتاعت القلب بدات تموت، واللي مات ما بيرجعش تاني. خلي بالك، ممكن اجزاء من الخلايا تبدا تموت والانسان يفضل عايش، لان الخلايا كلها مش بتموت مره واحده، تمام. الخلايا اللي بتموت هي الخلايا القريبه من الشريان او الشرايين اللي متاثره اصلا اكتر.
ازاي بقى تعالج الشوك دي؟ رقم واحد تشيل السبب بتاع الشوك لو العيان ده بينزف واقف نزيف. السبب ان الحل التاني انك تظبط وضعية العيان ده. لو العيان قاعد بالمنظر اللي قدامك ده كده تمام، ودي رجل العيان ده مغمى عليه تماما، ابدا يرفع رجليه. لما ترفع رجل العيان ده الدم الموجود في الاورده في الفين بيبدا ينزل لتحت ويبدا يوصل لعضله القلب، فبالتالي عضله القلب ده تبدا تضخه وتبدا توصله لايه؟ لحد المخ. من الاخر كده انت بتقلب العيان ان شاء الله تقلبه كده بحيث ان الدم يوصل ايه للمختبر، احنا مش بنعمل كده يعني، انا بتكلم انك ترفع رجله بحيث ان الدم يوصل ايه للمخ. الحل الثالث هو انك تسترجع الدم اللي انت فقدته ده عن طريق انك تنقله دم او تنقله بلازما او تدي حاجه اسمها بلازما اكسباندر. بلازما اكسباندر دي ماده مثلا زي الالبيومين، ده تديها دي بتديها لو انت مضطر، الالبيومين ده بيخش لجوه ويبدا يسحب معاه ميه، فبالتالي بيبدا يزود في الحجم بتاع البلازما. البلازما ما بنلجالهاش غير في الحالات بتاعت الايه الحروق تمام. نقل الدم ده الطبيعي اللي احنا بنستخدمه في معظم الحالات. في ادويه ممكن يعني تستخدمها عشان تبدا تزود الضغط بتاع العيان، تزود البلاد بريشر، فبالتالي بتحافظ على الدم اللي هيوصل للكوروناري ارتري واللي ماشي في السيريبرال ارتري، بالتالي الدم اللي هيوصل للقلب والهارت هيكون ايه؟ هيكون سليم. الموضوع ده بتقول حاجه اسمها فازو بريسور دراج. بريسور عشان بتضغط، وفازو بتضغط على الفيزل، فبالتالي انت لو ضغطت على الفيزل بالتالي هتبدا تزود الايه؟ هتبدا تزود الضغط.